السلام عليكم طلاب قسم الجغرافيا، طلابنا الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الجغرافيا الحيوية. معاكم دكتورة أسماء القرش. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نكمل موضوعنا اللي بدأناه عن النظم البيئية، وهنبدأ نتكلم النهاردة عن الدورات البايو جيوكيميائية. هنبدأ الأول نراجع مع بعض عناصر المحاضرة اللي فاتت. نبدأ نراجع مع بعض عناصر المحاضرة اللي فاتت اللي كانت عن النظم البيئية زي ما احنا شايفينها على السلايد ده قدامنا. احنا قلنا ان الموضوع بتاعنا اسمه النظم البيئية والدورات البيوجيوكيميائية Ecosystem and Biogeochemical Cycles. قسمناه لجزئين، النظم البيئية واتكلمنا فيها عن مكونات النظام البيئي، واتكلمنا فيه عن النظم البيئية وانتقال الطاقة وعمليات الإنتاج في النظم البيئية. النهاردة هنتكلم على الدورات البيوجيوكيميائية وأهميتها ودورها في تبادل العناصر الكيميائية بين الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي. احنا بنأكد على ان الجغرافيا الحيوية بتهتم بدراسة الكائنات الحية في المحيط الحيوي اللي هو بكل ما يشمله من مواد حية. وقلنا ان الغلاف الحيوي هو نتاج للتفاعل بين الأغلفة الثلاثة اللي هو الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف المائي. وأكبر دليل على كده الدورات البيوجيوكيميائية ودورة الغازات والمواد الرسوبية اللي احنا هنتكلم عليها بعد شوية دلوقتي. طيب الدورات البيوجيوكيميائية دي أهميتها إيه في دراسة الجغرافيا الحيوية؟ أو احنا ليه بندرسها في إطار الجغرافيا الحيوية؟ عشان النتائج البيولوجية أو نتائج علماء الأحياء أثبتت بإن الكائنات الحية اللي بتعيش على سطح الأرض بتنمو وتتكون معتمدة على 40 عنصر طبيعي. العناصر دي مهمة جدا وهي اللي بتشكلها وبتشكل تكوينها، فبالتالي احنا بندرس العناصر الأساسية دي في تكوين اللي هي بتتكون منها تلك الكائنات الحية، ونشوف ازاي العناصر دي بتدور وبتستمر في دورات متوازنة وبتأثر ازاي على نمو الكائنات الحية وضرورية لحياتهم. فهنبدأ كده مع بعض. احنا هنتكلم على الدورات البيوجيوكيميائية، وبنتكلم هنا على ان الدورات البيوجيوكيميائية بتنقسم الى شقين: الدورات السريعة اللي هي الدورات الغازية، زي الدورات غازية يعني غازات زي الاكسجين والنيتروجين والكربون، والماء هنا باعتباره كبخار ماء في البداية. خلاص، يبقى لو اتكلمنا على الدورات البيوجيوكيميائية فاحنا بنتكلم عليها لان دي اللي هي بتعمل على دورات للعناصر اللي هي بتكون منها الكائنات الحية بشكل كبير. طيب الدورات دي بتنقسم إلى إيه؟ بتنقسم إلى دورات سريعة اللي هي الدورات الغازية، ودورات بطيئة اللي هي الدورات الرسوبية، رسوبية للمواد أو العناصر الرسوبية زي الكبريت والفوسفور، ودي بتكون مختزنة في باطن الأرض. أما الدورات الغازية فبتبقى في جزء منها موجود في الغلاف الجوي وجزء تاني بيبقى موجود في الغلاف الصخري أو في الغلاف المائي ذائب، يعني في صورته الذائبة، وهنتكلم عن صورهم الثلاثة وإزاي بينتقلوا وإزاي بتحدث هذه الدورات وإزاي بتتكامل مع بعضها البعض في تبادل العناصر الكيميائية بين الغلاف الصخري والمائي والجوي. يبقى العناصر دي قد تكون موجودة في الغلاف الصخري في تشكيل الصخور، خلاص، من تحلل الكائنات الحية بعد موتها، وقد تكون هذه العناصر موجودة ذائبة أو منحلة في الغلاف المائي في المياه البحار والمحيطات والبحيرات، وقد تكون هذه العناصر في صورة غازية موجودة في الغلاف الجوي. خلاص، يبقى العنصر بيوجد في أكتر من شكل، لو في صورته الغازية هيبقى في الغلاف الجوي أو منحل في الماء في الغلاف المائي في البحار والمحيطات والبحيرات، أو يكون في تشكيل صخور الغلاف الصخري. وهنشوف إزاي العناصر دي بتنتقل وبتتم إزاي. طيب هنبدأ بأول دورة، طبعا دورة الأكسجين. الأكسجين مش محتاجين نتكلم عنه ونقول إن هو الغاز الرئيسي طبعا للحياة على سطح الأرض. إحنا بنتنفس طبعا الأكسجين، فده من أهم الغازات اللازمة طبعا لحياة الكائنات الحية على سطح الأرض، ويعتبر من أهم الدورات الموجودة. طبعا الأكسجين بيوجد في أكتر من صورة، ممكن يكون في صورته الأكسجين الذري اللي هو O ذرة واحدة أكسجين، أو في الأكسجين الجزيئي اللي هو O2 اللي هو ذرتين، أو قد يكون O3 اللي هو الأوزون. خلاص، يبقى بيوجد بأكتر من شكل. وبنأكد على إن الأكسجين ده أهميته بالنسبة لحياة الكائنات الحية بما فيها الإنسان هي اللي بتكسب هذه الدورة قيمتها وأهميتها اللي هي دورة الأكسجين، لأن الكائنات الحية بتعيش
مستهلكة للأكسجين، بالإضافة إلى الكائنات برضو النباتية ودورها في عملية الإيه؟ البناء الضوئي. وإحنا اتكلمنا على عملية البناء الضوئي، قلنا النباتات الخضراء بتنتج الأكسجين خلال عملية البناء الضوئي، بالإضافة إلى وجود الهائمات النباتية أو النباتات اللي هي بتبقى موجودة الطافية في البحار والمحيطات، اللي هي برضو بتنتج كمية من الأكسجين في الزائد في مياه البحار والمحيطات. طيب إزاي بيتم تبادل الأكسجين بين الأغلفة وبعضها البعض؟ بيتم بطرق مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال، هنا عندي عندما تموت الكائنات البحرية وتنحسر عنها المياه، يعني بتبقى بره مش مغطاة بالمياه، فبتتعرض لعوامل الجو، فتبدأ طبعا تتحلل وتنتفخ، فيبدأ يتحرر من الأكسجين. يبقى الأكسجين هنا هو تحرر من إيه؟ من تحلل الكائنات الحية البحرية وانحسار عنها مياه الإيه؟ البحر، وبيبدأ يعود الأكسجين ده مرة أخرى للجو. طيب في التربة ازاي هيبدأ عندي الأكسجين يتحرر من التربة؟ النباتات بتتغذى على العناصر او بتستخلص العناصر المعدنيه الموجوده في التربه، فبيبدا يتحرر اثناء العمليه دي الاكسجين الذي كان متحدا معه في الغلاف الجوي. يبقى دي صور من صور ايه؟ تبادل الاكسجين بين الاغلفه، سواء كانت المائيه او الغلاف الصخري او الاكسجين الموجود في الغلاف الايه؟ الجوي، اللي بيطلقه برضو النبات من اثناء عمليه البناء الضوئي، زي ما احنا هنشوف اهو فوتوسنتيز، عمليه البناء الضوئي وانطلاق ثاني اكسيد، انطلاق الاكسجين في الاتموسفيرك اكسجين اللي هو الاكسجين المنطلق في الغلاف الجوي، ودي الشمس طبعا اللي هي اساس العمليه كلها، اساس عمليه البناء الضوئي، اساس الطاقه على سطح الارض، واتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت، ارجو ان انتم تراجعوها. وعندما تمتص ايضا الجذور النباتات دي العناصر المعدنية أو المغذيات المعدنية بتاعتها من التربة، فأثناء العملية دي بينطلق برضو الأكسجين اللي هي أصلا ممتصاه في عملية الإيه؟ البناء الضوئي. خلاص. وهنا برضو بالنسبة لوجود المسطح المائي ده دليل على إن برضو، أما زي ما قلنا، أما بتموت بعض الكائنات البحرية وينحصر عنها المياه وتبقى موجودة هنا معرضة لعامل الجو، بتنتفخ وتتحلل وتحرر مرة أخرى الأكسجين الحبيس بداخلها إلى الإيه؟ إلى الغلاف الجوي، ويبقى أتموسفيريك أكسجين أو أكسجين في الغلاف الجوي بتحرر مرة أخرى. طيب الدورة اللي عندنا بعد كده دورة الكربون، والكربون ده من الدورات البسيطة، وهنتكلم عن مصادره. الكربون له أكتر من مصدر، في مصادر طبيعية وفي مصادر ناتجة من الأنشطة البشرية، فهنا الكربون له أكتر من مصدر. دورة الكربون من الدورات البسيطة لكنها بتتم ببطء، يعني شوية بتتم ببطء شديد إلى حد ما. خلاص. وعندي كربون عضوي، وإحنا قلنا أي حاجة عضوي فهي من أصل حيوي أو من أصل حي، بيوجد في هياكل وأصداف بعض الكائنات البحرية، وبتطلقه النباتات الخضراء أثناء عملية النتح اللي هي قلنا عكس عملية البناء الإيه؟ الضوئي. وفي كربون غير عضوي بيوجد بنسب ضئيلة في الغلاف الصخري، كما يوجد منحلا في مياه البحار والمحيطات. وطبعا في كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون بيكون مصدرها تحلل المواد العضوية والانفجارات البركانية. طبعا الانفجارات البركانية ده من أهم المصادر الطبيعية لانبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من فوهات البراكين قبيل النشاط البركاني أو في بداية النشاط البركان. يبقى البركان اول ما بيجي يصور بتندفع منه مجموعه كبيره من فوهه من الغازات، من فوهات البركان بتندفع كميه كبيره من الغازات، من اهمها ومن اكثرها او من الغازات اللي بتندفع بكميه كبيره هي ثاني اكسيد الكربون. طيب اكيد احنا عارفين ان زيادته او نقصانه اي حاجه في البيئه هتزيد عن حدها او هتنقص هتعمل لي مشكلات بيئيه وهتعمل لي خلل في الدوره الطبيعيه للكربون. واحنا عارفين ان الانسان في الفتره الاخيره زاد استخدامه من الوقود الاحفوري، وده ترتب عليه زياده انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون ده بيصنف من الغازات الدفيئه اللي بتعمل على زياده درجه حراره الارض، وبالتالي اثر ده على ذوبان الجليد وارتفاع درجه حراره الارض وغرق المناطق الساحليه في المستقبل القريب. فدي مشكله بيئيه خطيره جدا ناتجه عن زياده كميات ثاني اكسيد الكربون. فاحنا بنقول ان الدوره في الطبيعه متوازنه، لكن لما بيتدخل الانسان ويزود نسبة الغاز في الجو بينتج عنه مشكلات بيئية خطيرة اللي بنسميها الاحتباس الحراري أو الصوبة الزجاجية.
طيب هنا عندنا دورة الأكسجين، الأكسجين عفوا ثاني أكسيد الكربون، وقلنا إن ثاني أكسيد الكربون له أكتر من مصدر. إحنا قلنا عملية النتح، عملية النتح أو تحلل الكائنات العضوية، أو تحلل الكائنات العضوية هي بالنسبة للحيوانات، أو الإندستريال إميشن اللي هي انبعاثات الغازات الصناعية، خلاص بالإضافة إلى إيه؟ الثورانات البركانية. وهنشوف كده هنا برضو في فيديو نشوفه كده مع بعض. هي المنبعثة من النشاط البركاني، يبقى ده مصدر من المصادر الطبيعية لثاني أكسيد الكربون أو الكربون الموجود فين؟ في الغلاف الجوي. واحد كل يعني طيب هو مصادر طبيعية بس، ولا ممكن كمان الإنسان يساهم في زيادة ثاني أكسيد الكربون؟ لا طبعا ممكن جدا الإنسان يساهم من خلال الأنشطة زي ما احنا شايفينها كده، الأنشطة زي وجود مصانع والنشاط الصناعي المكثف والصناعات الملوثة للبيئة بتساهم بشكل كبير جدا في زيادة ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية. طبعا وزيادة ثاني أكسيد الكربون عن معدلاتها الطبيعية هينتج عليها حدوث مشكلات بيئية خطيرة اللي احنا بنسمع عنها، زي ما شفنا هنا كده شباب. ده نموذج ثلاثي الأبعاد لدورة الكربون ومصادره اللي هي من الغازات أو انبعاثات الغازات من فوهة البراكين قبيل النشاط البركاني أو أثناء النشاط البركاني، بالإضافة إلى في نسبة منحلة في مياه البحار والمحيطات، بالإضافة إلى نسبة من النشاط البشري. وقلنا إن أي زيادة هتؤدي إلى حدوث خلل في التوازن، وده اللي حصل عندنا بالفعل نتيجة للثورة الصناعية وزيادة الانبعاثات، ودي نقطة مهمة جدا أدت إلى مشكلات خطيرة، ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الجليد وغرق بيهدد المناطق الساحلية في المستقبل القريب نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان كميات كبيرة من الجليد. الدورة اللي بعد كده اللي احنا هنشوفها مع بعض دورة النيتروجين، ودورة النيتروجين هي دورة معقدة ودورة كاملة، واحنا كلنا عارفين نسبته، ان نسبة النيتروجين عارفينها من زمان خالص ان هي 78% من غازات الغلاف الجوي، دي نسبة كبيرة جدا. والحقيقة هو النيتروجين مهم جدا جدا جدا، وبينتج من خلال اما عملية التثبيت الفيزيائي، ودي اللي احنا بنشوفها كلنا في عواصف البرق حينما تتحد ذرات الهيدروجين مع الاكسجين وتتكون اكاسيد النيتروجين، خلاص. ودي طبعا بتهبط على سطح الارض مع الامطار وبترفع من خصوبه التربه. النيتروجين مهم جدا 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 في تسميد وخصوبه التربه وزياده من خصوبه وانتاجيه التربه الزراعيه. وفي كمان عندي عمليه التثبيت البيولوجي، اما الكائنات الدقيقه اللي بتعيش في التربه انواع معينه من الفطريات يعني بتبدا تعمل عمليه تثبيت كميات كبيره من النيتروجين بطريقه معقده وبتحولها الى نترات من خلال يعني بتفرز مواد معينة، فبتبدأ إن هي بتزيد من كميات النيتروجين الموجودة في التربة. أو عملية التثبيت الصناعي إن الإنسان بقى هنا بيتدخل أهو زي ما قلنا في الكربون، تدخل الإنسان والثورة الصناعية والمصانع ومخلفات المصانع من الوقود الأحفوري والوقود والسيارات وكل الحاجات دي بتنتج كميات كبيره من الغازات اللي هي زادت نسب الغازات الطبيعيه في الغلاف الجوي نتج عنها مشكلات. هنا برضو الانسان في دوره النيتروجين تدخل بالتثبيت الصناعي عشان ينتج حاجه اسمها الامونيا ويحولها الى نترات الامونيا اللي هي بتستخدم في ايه؟ يعني زياده نسب النيتروجين العضوي في التربه وفي الغلاف الجوي. هنا بيعمل يعني عمليه تسميد صناعي بيضيف هو كميات من النيتروجين على التربه الزراعيه ليزيد من ايه؟ من خصوبتها. وده طبعا برضو بيتسبب في مشاكل، لان بعد كده اما بيحط النيتروجين في التربه بتبدا عمليه الري، وبعد عمليه الري الارض الزراعيه عندي عمليه صرف، فالصرف ده بيبقى برضو ملوث وبيرتفع فيه المركبات النيتروجيه بمعدلات كبيره، وبعد كده لو حصل الصرف ده في الانهار او في البحيرات بيلوث طبعا الكائنات الحيه الموجوده في هذه المسطحات المائية، وبيعمل حاجة اسمها التخثر المائي، وبيبقى فيه نباتات بكميات كبيرة جدا في هذه المجاري، وبتسبب
تبدأ إن هي تستهلك كميات الأكسجين بشكل كبير جدا، وفي النهاية بيؤدي إلى موت بقية الكائنات الإيه الحية من الأسماك وما إلى ذلك. فده كده بالنسبة لدورة النيتروجين. ادي النيتروجين سايكل اهي، وهي دورة كاملة من الدورات المعقدة، واتكلمنا عن النيتروجين وعن مصادره، والشكل بيوضح قدامنا ان هي دورة فعلا الاسهم فيها كتير وفيها اكتر من مصدر. وهنا في كمان فيرتيلايزرز اللي هي المخصبات الزراعية اللي بيقوم الانسان بتخصيب التربة، وفي برضو هنا اهو العواصف الرعد او الرعد الموجود وبيسقط مع الامطار، فبيديني برضو كمية من مصدر من النيتروجين بالاضافة طبعا للبكتيريا الموجودة في التربة. يبقى دي المصادر الاساسية للنيتروجين، ودي شكل توضيحي لدورة النيتروجين او ذا نيتروجين سايكل. طيب دورة المياه. دورة المياه دورة بسيطة وجميلة وكلنا عارفينها، وعارفين ان هي بتبدأ بالتبخر، وبعدين التكاثف، بعدين التساقط، بعدين الجريان السطحي والتصريف المائي. خلينا نشوف الفيديو اللي انا عامله لكم ده برضو بيشرح دورة المياه. الاول بتسقط اشعة الشمس، بتعمل عملية تسخين للمياه في المسطحات المائية سواء بحار، محيطات، بحيرات، ايا كان المسطح المائي ده، وبتبدأ هذه بتبدأ الشمس كمصدر رئيسي للطاقة تعمل عملية تسخين، ثم تبخر للمياه، وتبخر عفوا للتسخين، ثم بخر، ومنه تكاثف، ثم تساقط، ثم جريان لهذه المياه الساقطة على سطح الأرض، وبتشكل لي مجاري نهرية تنصرف مرة أخرى إلى البحر والمحيطات. وده اللي احنا بنسميه الدورة المائية المتوازنة أو المستمرة ما بين تبخر وتكاثف وتساقط. خلينا نشوف الفيديو ده كده مع بعض برضو. أول بيحصل عندي، خلينا ناخدها من البداية، ناخدها من زي ما احنا شايفين يا شباب، بيوضح دورة المياه بداية من التبخر والبخار اللي انتوا شايفينه من أسطح البحار والمحيطات، ومرورا بالتساقط بأشكاله سواء كان أمطار زي ما انتوا شايفين هنا كده، أو تساقط الثلج في المناطق طبعا اللي هي درجة حرارتها بتكون منخفضة، ويتراكم هذا الثلج على المناطق المرتفعة، وبعد كده التساقط ده بيشكل لي أنهار رئيسية ومجاري وبحيرات، وجزء من هذا الماء المتساقط في صورة أمطار بتمتصه صخور القشرة الأرضية بتسرب بداخلها، وممكن يخرج مرة تانية في صورة ينابيع، أو بيعمل لي ظاهرات اللي احنا بنسميها في الجيومورفولوجيا بظاهرات الكارست، احنا ما تتفاعل المياه مع صخور الحجر الجيري. ومرة أخرى بينصرف هذا الماء من الأنهار والجداول إلى المحيطات مرة أخرى، وبتبقى عبارة عن دورة مائية بنسميها الدورة المائية. يبقى زي ما شفنا شباب في الفيديو، بيبدأ عندي التبخر من البحار أو المحيطات، ثم التكاثف ويكون لي مجموعة من السحب، ثم التساقط يا إما في صورة أمطار أو في صورة سنو أو ثلج على حسب المنطقة ودرجة حرارة المنطقة اللي بيحصل فيها هذا التساقط بصوره المختلفة، ثم جزء من المياه ده بيتسرب في باطن في صخور القشرة الأرضية وبيشكل لي ظاهرات تحت سطحية أو ظاهرات كارست في باطن الأرض، وجزء آخر بيبدأ ينساب وينسال في شكل يحفر مجاري في صخور القشرة الأرضية ويشكل لي مجموعة من الأنهار، وهذه الأنهار تصب مرة أخرى في مياه البحار والمحيطات ليحدث التوازن وتستمر دورة المياه. طيب الدورة اللي جاية بعد كده ده شكل تاني للووتر سايكل أو دورة المياه. خلاص دورة الفسفور. دورة الفسفور ليست دورة غازية، عشان لما اجي اسألك دورة الفسفور تعد من الدورات الغازية، لا غلط، دورة الفسفور من الدورات الرسوبية. ليه؟ لأنه بيوجد متحد بمعادن صخور القشرة الأرضية. الفسفور ليس غاز، الفسفور عنصر بيوجد متحد في صخور القشرة الأرضية، وهو أساسي في بناء الكائنات الحية. خلاص الفسفور ده عنصر أساسي في بناء الكائنات الحية، عشان كده دورة مهمة جدا. واحنا ما بنتكلم على الكائنات الحية وعلى الجغرافيا الحيوية والكائنات الحية بكل أشكالها،
فاحنا بنعرف من هنا أهمية دورة الفسفور، لأن هي العنصر الأساسي في بناء الكائنات الحية، خاصة في الكائنات الحيوانية، لأن العظام والهياكل والأصداف خاصة الكائنات البحرية بتحتاج إلى الفسفور كعنصر أساسي في تكوينها. طيب، ممكن برضو الفسفور يكون زائد في مياه البحر وبتتغذى عليه الطحالب، وبتكون كمان برضو الأسماك بامتصاصه من مياه البحار والمحيطات، ومجموعة من الكائنات الأخرى بتستفيد من الفسفور. يبقى احنا بنتكلم على دورة الفسفور باعتباره مغذي رئيسي ومكون أساسي في بناء عظام الكائنات الحية خاصة الحيوانية. مش بس كده، برضو الطحالب بتمتصه من مياه البحار والمحيطات وخاصة الكائنات البحرية. خلاص، يبقى دي أهمية دورة الفسفور. دورة الكبريت برضو دورة رسوبية، دي الفسفور سايكل، ده شكل دورة الفسفور أو فسفور سايكل. اتكلمنا عن مصادره واتكلمنا عن أهميته. خلاص، بعد كده هنتكلم على الدورة الرسوبية اللي بعد كده، دورة الكبريت. دورة الكبريت، الحقيقة الكبريت من العناصر الكيميائية اللي بتتكون من صخور القشرة الأرضية، وبيوجد في الغلاف الجوي في صورة ثاني أكسيد الكبريت، وبيوجد أيضا في المياه في التربة في هيئة كبريتيد الهيدروجين، يعني بيوجد بصور مختلفة وله أكتر من مصدر. الحقيقة يعني الكبريت كعنصر مهم، وهي دورة برضو من الدورات الرسوبية، وقلنا إن الدورات الرسوبية بتتم ببطء نسبي مقارنة بالدورات الغازية. بينتج من تحلل وتفتت الصخور، اللي هي بتتكون من أو بتحتوي على نسبة من الكبريت. بتتفتت الصخور وبتتحلل إزاي؟ تحت تأثير نشاط عمليات التجوية والتعرية، وهتدرسوا الكلام ده في الجيومورفولوجي بالتفصيل، أو من انطلاق ثاني أكسيد الكبريت الموجود في الصخور الجوفية، يعني الموجودة في باطن الأرض، وبتنطلق أثناء الثورانات البركانية زي ما اتكلمنا على ثاني أكسيد الكربون بالظبط. يبقى البراكين برضو هتساعد على خروج ثاني أكسيد الكبريت، وهتساعد على خروج ثاني أكسيد الكربون. يبقى الانفجارات البركانية أو الثورانات البركانية مصدر لانطلاق ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت. طيب، كبريتيد الهيدروجين ده بقى بينتج من تحلل المواد العضوية بواسطة البكتيريا. وفي طبعا مركبات كبريتية ضارة جدا وملوثة جدا للبيئة، بتنتج من الأنشطة الصناعية، خاصة الصناعات الخاصة بالطاقة والصناعات البترولية اللي هي بتنتج كميات كبيرة من المركبات الكبريتية. الكبريت بتتغذى عليه برضو النباتات في التربة، وبيصل لها سواء كان في حالة عنصرية أو في حالة غازية زي ثاني أكسيد الكبريت، وبتنمو وبتتغذى عليه هذه النباتات. وطبعا بيصل إلى الكائنات الحية اللي هي الأكلات العشب من خلال تغذيها. فكده ما اتكلمنا على السلسلة الغذائية، و سواء كانت السلسلة الغذائية الفود تشين أو الفود ويب أو الشبكة الغذائية، واتكلمنا على مسارات وانتقالات الطاقة. فهنا الكبريت هيوصل للكائنات الحية من خلال تغذيها على النباتات اللي بتحتوي على الكبريت. في النهاية بنقول إن الدورات البيوجيوكيميائية بتمثل نموذج لتبادل العناصر بين الأغلفة الثلاثة، وإحنا ضربنا نماذج على كده لوجود هذه العناصر في الغلاف الجوي بنسب في حالتها الغازية، ووجودها في التربة متحدة مع أو في صخور القشرة الأرضية كغلاف أرضي متحدة مع هذه الصخور، ووجود بعضها منحل في مياه البحار والمحيطات. ده كان موضوعنا النهاردة عن الدورات البيوجيوكيميائية. أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة، وأشوفكم على خير إن شاء الله ودمتم بخير. ودي أهي السلفر سايكل أو دورة الكبريت. أتمنى لكم التوفيق يا سنة تانية، وأشوفكم على خير إن شاء الله. تحياتي دكتورة أسماء القرش.